مش قادرة، أنا هقوم أشوف حاجة كلها. كان السنيورة دي تطلع أبدا. احنا نعملها كمين يا حظابط، بس أنا شاهد مالك. شاهد مالك إزاي وأنت أصلا مجرم؟ أقول لكم إيه؟ يلا نروح نتسلى عليها. يلا. والله وقعت يا أنسة جاسمين. ده أنا دايخ عليكي بقالي سنين. بسببك اتأخرت ترقيتي مرتين. جاي تسايل الشنط وتسايل الأكل بتاع الناس الغلابة. أنت واللي زيك لصوص القوت، وإحنا إحنا بنبني بيوت. بس اطمنوا يا جماعة. العدالة ليها عيون لا تنام. بالهداوة باراكوتا. باراكوتا مين؟ بالهداوة حظابط. أنا والله العظيم يا مستر برسم ما عملتش أي حاجة. ده أنا سمعت عتاب وهي بتقول إن هي هتروح تجيب أكل يعني، لكن أنا والله لا ما عملتش حاجة. سمحت مين؟ أنتِ. سمحتني أنا بقول كده هون؟ أه والله العظيم. يا أختي سمحت الرعدة في ودانك. حرام عليك يا شيخة، مش هتبطلي الكذب اللي في دمك دون؟ طب إله يا رب قسخت وبسمكت زينة زيك كده هون؟ أنتِ كدابة. سمكت زينة؟ الله يسامحك انا مش هرد عليكي. واضح يا جماعه ان كلنا الشيطان وزنا، وعلشان نقفل باب الشيطان مفيش غير حل واحد بس، احنا هنفتح شنطه واحده، شنطه واحده بس، لقينا فيها اكل يبقى خير وبركه، ما لقيناش نقفلها ونرجع من حيث اتينا. ده الكلام الفارغ ده عالظبط. انا عندي فكره تانية. ايه هي؟ احنا نفتح شنطه واحده بس، شنطه واحده بس، لو لقينا فيها اكل نقفلها، ما لقيناش فيها اكل نفتح بقية الشنط. لا فرج. ولا ايه الكلام ده؟ فرج فرج فرج، احنا عايزين نقفل باب الشيطان مش عشان نفتح باب الغباء. ايه اللي انت بتقوله؟ يا اخوانا نفتح باب اي شنطه ونخلص. انا اللي هختار عليه شنطه. انت اشمعنى انت اللي تختاري؟ انا اخر واحده جايه، انا اللي اختار. والنبي يا استاذه نجلاء فتحي، نقطينا بسكتك وكفي نفسك. انا عايز اختار. حرام عليكم، مش كل حاجه انتوا بقى، كل حاجه بتختاروها. خلاص روحي لتوتي اختاري شنطه. انا عاجبني البينك دي. لا اسفين يا استاذه دي متباعه. معلش زبونة المحل ولازم سيبوني تختار واحده كبيره زي الناس. اه صحيح عنده حق. ايه اللي انت مختارها دي؟ ممكن بس لو سمحتوا تثقوا فيها، الشنطه دي فيها اكل. ايوه هو ده الاختيار، شنطه كبيره وان شاء الله تبقى مليانه وقت. بسم الله ما شاء الله. بالراحه الشنطه مبطراخه. شايفه الاختيارات؟ ايه ده؟ ايه الشنطه فيها رقم سري؟ انا حافظ الرقم.
يا عنيف تحف. حاضر عناية ثواني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ما فيهاش وكل، ما فيهاش وكل. هو ايه ده اللي ما فيهاش وكل؟ ما مالي انا وكل. هي فين الوكل دي؟ انت بس شكلك نظرك ضعيف، وقت كده وشوف هتلاقي الوكل قدام. اهو يا سيدي اهو. التالت حباسي. قلت لهم التالت ليه؟ هما ما شافوش الاولاني والتاني ليه؟ فضحتني. لا مؤاخذه يا جماعه، دي مزوحه ما بينا. دور انتوا على وكل وانا خلاص كلت الحمد لله. واضح يا جماعه ان مش مكتوب لنا نلاقي اكل. اقفلوا الشنطه ومحدش يفكر يجي هنا تاني. يعني ايه ده؟ يا جماعه انا لقيت باكو بسكويت. ايه؟ ايه؟ انت ليه واحده؟ انا اللي لقيت كلنا. انتوا انا هاخد بسكوته واحده بس هسقيها في دمك. لا لا، انتوا ممكن تاخدوا البسكويت بس مش هتاخدوا جسمي. طب انت ليه واحده؟ خد يا عيال. يا عيال تعالوا شوفوا لقيت ايه. ايه؟ قوم اخلص. ايه؟ استنى. حلو دي دي عن شوقي ونار يحكي له كده اهو. ميرسي فحص ميرسي. بس ايه ده؟ لا انا مش عايزه شاي، اي ونت لاتيه. لاتيه بس انا سوقي. طب لحظه واحده اندهلك المدير. دحرون دحرون دحرون. ايه يا محش؟ يظهر ان سداني مزعلت منيني. ايه دي؟ اهو امرني استهاب. كحروت عايزه لاتيه. ايه دي؟ لاتيه. انت بتغلط فيها يا سرمه يا ابن السرمه. مش قصدي. احنا اسفين يا ست، يعني ما انا هربيه السرمه دي. تحبي تشربي ايه؟ بقول لاتيه. لاتيه لا ايه؟ مفيش مخ. ايه دي؟ من روتانا كلاسيك تقلبي على طول شعبيات؟ ربيت الزريبه اللي انتوا جايين منها. هي عرفت من ايه؟ يمكن من ريحي. ايه وعد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى هاخد اي حاجه امشي. سيب ياض اللعبه اللي في ايدك دي. لا لا انا عايز العب باللعبه. سيبني العب باللعبه. قلت لك مفيش لعب باللعبه. اهي لا في كده ليه يا طاطاني؟ اخد واحده ثانيه. لا قلت لك مفيش لعب. والشنطه ايه؟ لا تسيب الشنطه مفتوحه، انا عايز العب. لا مفيش شنطه. خباي خباي. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الورد. خدي يا حبيبتي. ربنا يهنيك يا عروسه. ايه اللي انت لابساه ده يا بنتي؟ انت ايه لابسه بجامي سمير غانم؟ والتسمه اللي عليك بقى جايب هدومك دي منين؟ من شنطه القبطان عزوز؟ قصف جبهه قصف جبهه. اسكت يا انثى. وداني وداني والنبي. يا جماعه ما تنسوش، لو حد من اخواتنا الصينيين سالنا احنا ليه فتحنا الشنط من وراهم، هنفهمهم ان عتاب رجعت لها الذاكره وافتكرت ان الشنط دي بتاعته. انا مرمي دي بسرعه عشان الحق اسقف لك جامد جدا. كل يوم بفتخر بيك اكتر وانت بتتكلم عن النزاهه وعن الشرف وعن رد الامانات الى اصحابها. بس ده عادي، الرجاله كلكم كده. انتوا بتتكلموا كويس قوي وهايل، انما تصرفاتكم وافعالكم كافعال القرده والخنازير. جرايا يا استاذه الفلسفه، هو اي كلب يغلط فيكي تشتمي كل الرجاله؟ انت فاكره كل الرجاله زي جوزك ولا ايه؟ انت مالك ومال جوزها يا اخي؟ ايه في ايه؟ مالك ومالي؟ انت جاي السفريه دي عشان تعصبني وبس؟ ما كفايه شهر العسل باظ. بقول لك ايه، خليك في حالك وخش اقعد في الخيمه اللي جنبك دي. ايه دي؟ يخرب بيت ابوكي جايبه لنا الكلام. ايه اللي انت لابساه دي؟ باراشوت ولا بالونه هيليوم ولا جايباه من اني داهيه؟ جايباه منين ايه؟ ده بتاعي يا حبيبي، انا ما بشحتش زيهم. وبعدين انا بجرف البس مطرحات يا عربي. ده انا كنت عينه لك تحت فستان الفرح عشان افاجئك. تفاجئيني ولا تسعريني؟ ايه المفاجاه في دي؟ لك حق لك حق تستغرب، ما انت اصلك ما شفتنيش وانا بسحب بيه سحبه مايكل. طب حسبي لروحك تتسحب. اي عربي مش عاجبك البيبي دولو؟ بيبي دولو اما تشوفه دولو. خد يا استاذ اما اقول لك، مالك انت بالهانم تلبس خيمه تلبس استاره تتنيل على عين ابوها؟
ما تشوف نفسك راجل كبير وعايب ولابس لي وتشورت عامل لي فيها صرا سلامه. ما تلمي جوزك يا استاذه كيوي. ده مش كيوي يا استاذ عربي على فكره، ده مش كيوي، ده افوكادو. وبعدين انت هتعرفه منين؟ اسكت. عجبك؟ عجبك يا محترم الكلام اللي انت جايبه لنفسك وجايبه لي؟ ها؟ بمعرفتك للناس اللي تسوى واللي ما تسواش؟ والله فعلا يا طنطا عندك حق. طنطا مطنطتك يا فشيحشاء. طبعا انت مش عارفه الفشيحشاء دي لانك غبيه وجهله، دي انثى البورس يا ماما. صدق حقيقه انا مش عارفه هتوري وشك لبنتك اللي جايه على وش الدنيا دي ازاي؟ ده هتشيل اسمك ازاي؟ هتشيل اسمك ازاي بمشك البطال ده؟ بطال ايه؟ لا بقولك ايه يا حبيبتي، اهدي كده على روحك واتكلمي عادل. حتى في عصبيتها يا اخوانا نسمة، غزل البنات، غزل البنات يا تافه، غزل البنات. انت راجل تافه. ايه يا ناس، ايه يا ناس، هتضيعونا كوباية الشاي اللي هتعدل دماغنا. يا دكتور عايز اقولك على حاجة، القديمة تحلى ولو كانت وحلى. نعم قصدي احلى احلى. وبعدين يا اختي ما تعصبيش نفسك عشان الواد اللي في بطني. انا مش هقولك للمره المليون بنت، انت حره.